إدارة المجلس الأمريكي للبرمجة اللغوية العصبية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية وشركة كيوبس العالمية، دكتور في علم الميتافيزيقا من جامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسة الأمريكية للبرمجة اللغوية العصبية، مدرب معتمد للعلاج بالتنويم من المؤسسة الأمريكية للتنويم، مدرب معتمد للعلاج بخط الزمن، مدرب معتمد في الذاكرة من المعهد الأمريكي للذاكرة بنيويورك، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق. له عدة مؤلفات ترجمت إلى 3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، وحققت مبيعات لأكثر من 1,000,000 نسخة في أنحاء العالم. درب أكثر من 500,000 شخص في محاضراته حول العالم، وهو يحاضر ويدرب ب3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية. بطل مصر السابق في تنس الطاولة، وقد مثل مصر في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام 1969، وحاصل على الحزام الأسود في لعبة الكونغ فو كيوكسن. دكتور إبراهيم الفقي يعيش في مونتريال بكندا مع زوجته آمال وابنتيهما التوأم نانسي ونرمين. يميزه حبه في العطاء للآخرين وحماسته للتعليم والتدريب وطريقته الجاذبة في نقل المعلومة وظرافته في الاتصال مع الآخرين وطاقته الإيجابية المتدفقة. والآن مع الدكتور إبراهيم الفقي، أحد أعمدة التدريب في العالم اليوم. أي حد عنده أي سؤال قبل ما طلعكم بريك على طول؟ اللي ما فهمش اللي جنبه يترجم له بقى. في شخص كنت بدي مؤتمر في بلد من البلاد، من غير ذكر اسامي البلاد، كنت في القاهرة، وبعدين واحد راجل عنده 70 سنة قال لي: تعرف انا طول عمري نفسي اني اعمل دكتوراه. قلت له: في ايه؟ قال لي: مش مهم، بس نفسي اعمل دكتوراه. قلت له: انت عندك كام سنة؟ قال لي: 70. قلت له: عايزة كام سنة؟ قال لي: 4. قلت له: كمان 4 سنين هيكون عندك كام سنة؟ قال لي: 74. لو عملت دكتوراه هيكون عندك كام سنة؟ قال لي: 74. ولو ما عملتش دكتوراه هيكون عندك 74. طب ناوي تعمل ايه؟ بص لي كده، قال لي: ظاهر ان انا هعملها. وانا بلف اخيرا قابلته، قال لي: مش عارف اشكرك ازاي، انا عملت الدكتوراه 74 سنة. لان الانسان اذا كان فعلا عايش كل لحظة اكنها اهم لحظة في حياته، اكنها اخر لحظة في حياته، هتقضيها مع مين؟ هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ هسألكم سؤال: مين فيكم هنا خجول؟ مين فيكم خجول؟ مين شخص خجول؟ وريني اشوف الايدين هنا. شخص خجول، 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 ارفع ايدك لفوق. خجول، خجول، لفوق لفوق لفوق. طب انت خجول، رفع ايدك ليه؟ تستخبى. الخجول يستخبى، صح؟ لما نتكلم الثقة في النفس، كل إنسان فينا عنده ثقة بطريقة معينة. ممكن إنسان يكون بيثق في نفسه مثلا وهو بيتكلم قدام الناس مع أولاده ومع زوجته، طبعا مع الزوجة لا، خلي دي على جنب. لكن كل واحد فينا عنده ثقة معينة في حاجة معينة، لكن اللي بيحصل الإنسان بيركز على حاجة واحدة ويعممها. أول ما يعممها يقول لك: أنا ما عنديش ثقة في نفسي. أنتوا عارفين من غير الثقة الإنسان يبقى عايش في الخوف، يبقى حاسس أن الناس التانيين أهم منه أو أحسن منه أو أقوى منه، يبقى عايش في ظلال الآخرين. وتبص تلاقيه يقول له كل الإحباطات وكلام ده كله حاجة اسمها التقدير الذاتي، اللي هي بتيجي قبل الثقة في النفس. لكن بالثقة تبص تلاقي الإنسان مش حاجة اسمها خوف، يبص الخوف في عينيه يقول له: على فكرة أنا كنت هناك قبل كده، مش ممكن إطلاقا تقدر توقفني. ما ياخدش تأثيرات من الآخرين، مش هتأثر عليه، لأنه عارف بالظبط هو رايح فين. بالثقة ممكن تعدي تحديات، وبالثقة ممكن فعلا توصل انك تحقق المستحيل. من ضمن الناس اللي اثروا في حياتي واحد اسمه روبرت شولر. الراجل ده عمل مكان اسمه كريستال كاتيدرال وموجوده في نيويورك. اللي حصل، كان عايز يبني كاتيدرال وهتكلف 150 مليون دولار. فجاله الشخص المتخصص قال له: انت عارف هتكلف كام؟ قال له: انت هتقول لي. قال: 150 مليون دولار معاك منهم كام؟ قال له: ولا حاجه. قال له: اتس امبوسيبل. راح مطلع له القاموس، قال له: طلع لي منها كلمة مستحيل، impossible. قعد يدور عليها، يدور عليها ما لقاهاش. فالأبي طلع له ورقة من مكتبه، قال له: أصلا قطعتها.
من 25 سنة. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل. أنت بتحط الاستحالة على نفسك، لكن لما تقرر وتفكر وتخطط وتحطها في الفعل وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل، ما حدش في الدنيا فعلا ممكن يوصلك لمرحلة إنك عارفين الطيارات ليها حاجة اسمها الغلاف، اسمها الانفلوب. أول ما تطلع طيارة جديدة لازم الطيار ياخدها لأقصى حاجة فيها وبعدين لأقل حاجة فيها عشان يعرف فين حدودها. الإنسان ما عندوش حدود، الإنسان ما عندوش حدود إطلاقاً. وأنا كل ما بشوف الناس سواء هنا أو برا أو في العيادة وبشوف أرقام جميلة، كل واحد عمال يدور على باب يخش منه يلاقي النور عشان ينور لنفسه وللآخرين. لما بدأنا فكرة الأمسيات قلنا طبعاً محاضراتنا بتبقى غالية والناس ما بتقدرش تخرج. الأمسيات فاكرين أمسيات الشعر، الناس تخرج عشان تتمتع. فقلنا نعمل أمسيات نسميها أمسيات النجاح. أمسيات النجاح ساعتين، يعني قوة الحب والتسامح، تتكلم على قوة اتخاذ القرار عن طريق العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي. ازاي الانسان ما بيعرفش ياخد قرار مع انه بياخد قرار anyway. ولما نيجي نتكلم دلوقتي في الثقة في النفس، عشان اتكلم في الثقة في النفس يبقى لازم اعرف بتيجي اساسا منين وهتوديني لغاية فين. الانسان الواثق في نفسه بيتحرك بطريقة معينة، بيفكر بطريقة معينة، بيتنفس بطريقة معينة، عارف ان مهما حصل برضه هيكسب. عارف ان تعرفين من حوالي 5 سنين صديق ليا خسر 35 مليون دولار. رحت له في وقتها قلت له حاسس بايه؟ قال لي امام سؤال خايف طبعا متضايق. قلت له طب ناوي تعمل ايه؟ قال لي شوف، هو مين اللي عمل فلوس دي؟ انا اللي عملتها وهعملها تاني. يا دوب كان عندنا جوله حوالي شهر ونص رجعت لقيته عمل اول 1 مليون دولار. لان عارف اللعبه بتتعب ازاي، واثق في نفسه، عارف بالظبط تعمل ازاي، بيفكر صح، بيخطط صح، وبدا يتحرك صح. وقال لك مهما وقعت هقف تاني، مهما وقعت هقف تاني. زي ما اليابانيين قال لك لو وقعت 4 مرات وقف 5، لو وقعت 5 وقف 6، لو وقعت 6 وقف 7. لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. الغرض من كده ان انا لما احقق هدفي طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ لازم اعرف انا رايح فين بعد كده. عشان عجبني زيجلر لما قال لك ازاي، قال لك الانسان اللي بيفكر كويس جدا بيبقى شايف ورايح فين، ولما يروح هناك يشوف ابعد. لما اتكلم على قوه الثقه في النفس، كلمة ضخمة، كلمة نفسها لما تيجي تبص لها بالطاقة البشرية، كلمة الثقة فيها قوة رائعة بتجمع السبع شكرات اللي هما السبع مراكز من الطاقة. مجرد ما تقول كلمة ثقة في النفس، هنتكلم في المفهوم الذاتي، هنتكلم المفهوم الذاتي يعني ايه وبيسبب ايه، هوصلك للصورة الذاتية، والصورة الذاتية هتوصلك لتقدير الذات. هنتكلم على حاجات جميلة جدا اللي هي بتوصل للثقة في النفس. بعد كده انا كنت طول عمري اول مرة اتكلمت قدام حوالي 1000 شخص وقالوا لي اطلع اتكلم قدام 1000 شخص، انا قلت طب وايه يعني؟ ويا دوب طلعت هناك يعني البامبرز باظ اخر بوظان. انا قلت ايه اللي جابني هنا؟ اخرج بسرعه من هنا وبسرعه. ورحت ماشي، وراح الراجل اللي جابني كان يعني كان مؤمن بيا، كان راجل اسمه منجمري. قال لي رايح فين؟ قلت له اقرب باب هخرج منه. قال لي ارجع وكلم الناس، كلمهم بقوه وقول لهم النهارده هتتعلموا حاجات كتير. يا دوب دخلت وقلت اول كلمه اكني في معزه بتتكلم، طلعت صوت ما اعرفش طلع منين، ما اعرفش انا بقول ايه. الناس دي كلها بتبصوا لي 1000 في 2 عينين ب2000 عينين، وانا عمال ادور على مكان اخرج منه مش عارف اقول كلمتين على بعض. وبعدين لما خرجت خلصت خالص، قلت مش ممكن اعملها تاني، انا حرمت يا دوب هم 30 40 على قدي بالعافيه، ايه اللي وداني هناك؟ وبعدين المره اللي بعدها قال لي اطلع تاني. قلت له لا ما اقدرش. قال لي اسمع الكلمتين اللي انا هقولهم دول، عمرك في حياتك ما تقول ما تقدرش، تقول انا مش عايز اعملها، لانك اتفقنا لو عايز فعلا تعملها هتعملها، بس انت حطيت على نفسك اعتقاد انا عايزك تطلع بكره وتكلم تاني من اول وجديد. انا قلت الراجل ده باين عليه مجنون، وما شافش حصل ايه اول مره، مش عاوز اطلع تاني اتكلم قدام الناس دي كلها، خليني على قدي. لغايه ما طلعت مره بعدهم وقلهم تعرفوا احنا هنتكلم في الاعتقاد النهارده. انا اول ما جيت البلد دي كان عندي اعتقاد ان انا اولا ما حدش يعرفني، ما معيش فلوس، صغير في السن، وغير كده في الخطه العالميه عشان يعين حد عربي بيبقى نمره 30 في التوظيف، وعندنا ورا عندنا حاجات تانية قبل كده، عندك بقى السويسريين والسويديين والالمان والفرنسيين، عندك حدوته على ما يوصل لنا. وبعدين جوانا عندك بقى اللبناني في كتير على ما يوصل لنا، هياخدونا انا ليه؟ فكان عندي الاعتقادات دي كلها، فما كنتش بتحرك، كنتش بعمل حاجه. وبعدين فجاه قلت ثانيه واحده، اذا كان ما معيش فلوس ايه يعني؟ كل اغنياء العالم بداوا من الصفر، اذا كان سنه صغير احسن، على الاقل انا فريش. اذا كان انا عربي طول عمرنا اسياد العالم، والوقت حان ان انا اتحرك بالطريقه دي. وصلت جيت اول وظيفه في غسيل الصحون، كنت احسن واحد يغسل صحون في كندا، وعن طريقها وصلت الاداره العليا. وفي 6 سنين كنت بشوف الناس بتتحرك ازاي، المدير العام ده بياكل ايه، بيتحرك ازاي، لو عنده مصيبه يفكر ازاي. زي ما
انا رحت لواحد قلت له طب لو عندك مشكله كبيره تعمل ايه؟ قال لي تعرف في واحد صيني سالوه قول لنا الحكمه كلها في كلمتين. راح مفكر شويه وقال لهم طز. ايه ممكن يحصل اللي ما موتنيش يخليني اقوى؟ اللي ما موتنيش يخليني اقوى. انا ببص كل ما الف لي لف في العالم كده وارجع تاني الاقي ناس اصدقاء اللي جات له سكته قلبيه واللي جاله تخلف ولا حاجه طلعت من قفاه. فين الصحه؟ مش قادر. زي ما يكون حاجه الواحد عشان يعمل برنامج رياضي عيب، لو اتحرك شويه عيب. طبعا الكلام ده تعال شوف في اليابان بيعملوا ايه. اول حاجه يعملوها يا دوب حد يجي من بره اتنفس مظبوط اتحرك مظبوط. بقول لهم بتعملوا كده ليه؟ قال لك لان عنده مؤثرات خارجيه. المؤثرات الخارجيه عايزه يجي هنا يتحرك صح ويديني انتاج 100%، فلازم يتنفس مظبوط يخلي كل مراكز الطاقه في منتهى القوه. تخيل بقى عندنا احنا لو جينا هنا وبعدين المدير العربي يقول للناس اللي عنده سيبوا كل اللي في ايديكم اتنفسوا وتحركوا، هقول لك ده ضرب بقاله كتير لان مش متعودين على كده. لكن دي حاجات في منتهى القوه. انتوا عارفين الوقت حان فعلا ان الانسان يقول انا ممكن استخدم قدراتي لغايه اكثر. هسالكم سؤال، مين فيكم هنا بيستخدم فعلا قدراته 100%؟ 100% 100%، ما فيش حد، حتى انا ما حدش. فازاي؟ هل لو خدنا 1% زياده مش ممكن ينفع؟ ممكن ينفع ولا لا؟ 1% زياده ممكن يفرق، ممكن يفرق في حياتنا. لو واحد يتعلم حاجه جديده ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يكون في اتصال مع الاخرين، كل دي ثقه. ازاي ممكن اتعامل مع اولادي، كل دي ثقه، مع زوجتي، مع زوجي، كل الحاجات دي كلها الواحد يبدا يتعلم. ودي حاجات التنميه البشريه، ان حاجات ما هيش جديده بس حاجات في منتهى الروعه. الانسان بيتعلم من حد قضى حياته عشان يعمل حاجه بسيطه يقدمها في ساعتين او في ثلاثه. عارفين بنتكلم في الثقه في النفس من ضمن الحاجات. مره كنت بقدم محاضره، يعني مفيش داعي لذكر اسامي البلاد، كنت وقتها في يعني مش عارف مفيش داعي لذكر اسامي، مش كده؟ كنت في مونتريال. وبعدين كان في سيده قاعده قدام، وبعدين الظاهر قالوا لها طبعا على فكره بين كل 50 شخص بيكون في واحد ابن حلال ينزل يموت المحاضره ويروح، اشوف مين بعده يفتح جرايد، مين تاني ممكن يموته النهارده. فدي قعدت قدام وطبعا بتركز على حاجه معينه، ولو عايز تجي لنا محاضر جديد اقعد له قدام وبص له واعمل كده من وقت للتاني. ودي قعدت قدام كل شويه تبص لي وبعدين تعمل كده، بص لي وبعدين تعمل، واي حاجه تركز عليها ممكن تجنه. فرحت بتحرك كده وبصيت لها، وبعدين بصيت اللي جنبها وبصيت لها تاني، وبعدين رحت هناك وبصيت لها تاني وبصيت لها وبصيت لها تاني. خليت كل ال 500 واحد يبصوا لها، قال لها تخلف. وبعدين واحد فعلا بريك قال لي انا كنت عارف انت بتعمل، قلت لها بعد كده ما تلاقيش مع الكبار، العبي على قدك. كل ده مجرد حكايه الثقه في النفس. لما نيجي نتكلم على الثقه في النفس وانتوا قاعدين كده، طبعا لو سمحتوا خليكم معايا النهارده، هما ساعتين من ضمن الحاجات الرائعه وسمعتوني بقولها قبل كده، ان الانسان لما يضحك يزيد استيعابه 14 مره مش 14%، ولما يتنفس صح والمخ بيتغذى على الاكسجين يزيد استيعابه 18 مره. دي حاجات نستغلها. لكن الواحد لما يبقى قاعد 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 بعد فتره المخ في منتهى السرعه بياخد اكثر من 60,000 فكره يوميا، واسرع من سرعه الضوء 180,000 ميل في الثانيه. وانت قاعد وتعمل تسمع حد هتلاقي نفسك سرحت ونزلت في الكرسي تحت شويه وتحت شويه، تبقى موافق ومش فاهم ولا حاجه. عشان كده لو طلبت منكم لو سمحتوا سيبوا كل مشاكلكم بره النهارده، خليكم معايا. زي ما انتم عارفين لما تخرجوا من هنا هتلاقي كل مشاكلك مستنياك بره، فخليكم معايا شويه النهارده. فاي حاجه هنعملها، اي حد يسافر في الطياره ويقعد شويه ويقلع مثلا، لو قلع الحذاء بتاعه ويحاول يلبسه مش هعرف يلبسه لان الدم كله نزل في مكان معين. فهطلب منكم تعملوا حاجات بسيطه جدا، بس نتنفس صح ونتحرك صح، وتبقى بدايه للواحد يبدا يفكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يتحرك، عشان عنده اهداف، عشان يكبر. المخ بيعرف حاجه اسمها انجازات. اي حاجه فيها فشل المخ يخليك منجز، في الفشل تبقى ناجح، في الفشل تبقى فاشل عالمي، تبقى فاشل رائع. لو واحد اهبل يبقى اهبل قوي، لو واحد لان عارف ازاي المخ كده، المخ ما يعرفش الفرق بين حاجة حقيقية وحاجة مش حقيقية. المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه، المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه. ودي حاجة من الحاجات لازم نبدأ نركز عليها. فلو سمحتوا خليكم اعملوا حاجة بسيطة معايا دلوقتي. انتوا عارفين في 7 مراكز من الطاقة، شاكرات في الطاقة البشرية. المراكز دي هي السبب في الانسان يحس انه تعبان نفسيا او تعبان صحيا، موجودة كلهم في الشاكرات دي. عشان كده بنعمل اول مرة حاجة في الطاقة البشرية. الناس اللي هتشوفه اللي انت تخيل اللي هيتعلموه هناك. فلو سمحتوا سيبوا كل حاجة، حطوا دول الاثنين مع بعض كده، العبوا معايا شوية النهاردة. هشوف دلوقتي بس حطوا دول الاثنين مع بعض، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش خطورة. وزق شوية عليهم، زق جامد عليهم،
زوق جامد عليهم. انت كل ما في الامر انت بتاخد طاقه وبتحطهم عند الطاقه القلبيه وبتزوق عليهم جامد. زوق عليهم جامد 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 جامد. لا عايز يروح التواليت يروح بسرعه جامد جامد. بعدين سيب ايدك وخد نفس من تحت وطلع بقوه كمان مره كمان مره. في ناس عماله تبص انا الوحيد اللي بتنفس ولا في ايه؟ بيعمل ايه ده بالظبط؟ بعد ما احط دي كل اتنين مع بعض هتجيب عن الطاقه القلبيه وزقها لقدام. وكمان مره بالتنفس. وسيب ايدك وحاول تنام بقى. مش هتعرف. اوكي. خلينا نتكلم دلوقتي اول حاجه عشان اوصل. خدوا بالكم انا ببدا من هنا عشان اوصل لقدرات الثقه في النفس. اول حاجه بنسميها المفهوم الذاتي. يعني ايه كلمه المفهوم الذاتي؟ اللي هي بالانجليزي بنسميها سيلف باوندريز او سيلف كونسبت. المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي فيها جواها ايه؟ فيها ادراكك، فيها قيمك، فيها اعتقاداتك، فيها معنى الاشياء بالنسبه لك. البيبي اول ما تولد ما عندوش لغه يقابل بيها العالم. احنا ما بنقابلش العالم مباشره بجسمنا، بنقابل العالم بلغه لازم نفهمها. فدلوقتي اتعلمت لغه، اول حاجه اتعلمت طبعا ماما وبابا، ولو للاسف الشديد معظمهم بره شبه بعض بالظبط. دلوقتي البيبي بيتلخبط اخر لخبطه، فالبص لاقي. وبعدين الام تقول قول ماما، قول ماما، ماما ما سيب بابا دلوقتي، قول ماما. عايزين نقول اول حرف، اول حرف على يقول ماما. طبعا الاب بيبص له كده من بعيد، انا اللي بصرف يلا بابا بابا بابا، كل واحد عايز هو. فتبص لاقي اتعلم اول كلمتين، اتعلم ماما وتعلم بابا. الطفل يطلع بره البيبي يشوف اي ماما في الدنيا هي ماما، يقول ماما 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 صح. وبعدين بابا بابا، لان بدا يكتشف حاجه. وبعدين يبدا يزود ده شعر وده وده مناخير. طبعا لو الاب عنده شعر هيكتشفه، مفيش بيبقى مشكله. وبعد كده يبدا يتعلم شويه شويه، يتعلم اسامي حاجات 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 حاجات. وبعدين جمع لغه، باللغه دي بيروح للعالم ويقابله بيها. دخلت مفهوم جواها معنى، جواها ادراك للاشياء، جواها اعتقاداته، كل اعتقاداته، وجواها قيمه الجوهريه. مجرد ما يخرج للعالم بيخرج بلغه عشان يقابل بها العالم، يكتشف ان الناس التانيين بيتكلموا لغه مختلفه عنه تماما. مش شرط تكون لغه انجليزيه ولا فرنسيه، لا نفس اللغه ولكن بمفهوم تاني خالص، بقيم مختلفه، باعتقادات مختلفه. وتبدا الاحتكاك في فن الاتصال، لان كل واحد بيدافع عن قيمه، بيدافع عن رايه، يقول لك انا فعلا انا صح 100%. هقولكم حاجه، لو الواحد مثلا راح يشتري بطيخ، البطيخ هنا اسمه ايه؟ تروح في بلد اسمه حبحب حاجه زي كده، مش كده؟ حبحب. انا سمعت اخيرا في بلد اسمه يح او يح، مظبوط؟ اسمه يح. يعني انا لو رحت الراجل قلت له اديني بطيخه يقول لي ده يح، لا دي بطيخ حسب مفهوم الذات، لا دي يح، لا دي بطيخه. ما تفهمش حاجه، لا انت ما تفهمش حاجه، مع ان كل حاجه مختلفه طالما عن الثاني. اقول لكم الصرصار اسمه ايه هنا؟ اسمه زهاوي، مظبوط؟ مش الصرصار اسمه زهاوي صح؟ يعني انا عشان خاطر لو لما داخل المطار لازم يبقى زهاوي عشان يخش هنا ياخد فيزا، مظبوط؟ يعني دلوقتي كل حاجه ليها معنى مختلف تماما. فلو كلمتك بمفهومي وبمعتقداتي وبمعنى الاشياء بالنسبه لي وبقيمي هتكون مختلفه تماما تماما عنك. فبنبدا يحصل احتكاك في فن الاتصال، لان المفهوم الذاتي اللي في كل حاجه عني، فيها علاقتي مع نفسي، فيها كل خبراتي وتجاربي، فيها كل اللغه اللي جوايا، وجواها بيتكون قيم. القيم دي بتتكون قبل 7 سنين، 90% منهم اتكون على سن 18 سنه، الباقي اتكون. وخرجت للعالم وبصيت لقيت في عالم تاني، عالم المدرسه غير عالم بابا وماما. فانا اتبرمجت بمفهوم ذاتي معين، لما خرجت بدات اشوف الناس بتتكلم بطريقه تانية خالص عني، بيقولوا حاجات تانية. لو انا مهم بالنسبه لي الثقه، بالنسبه لهم مش مهمه. لو انا بالنسبه لي مهم ان انا اتفاهم، بالنسبه لهم بيتعصب او بيتخانق. انا فاكر يعني اول ما لما رحت على شاطر، يعني لما اتجوزنا لقيت عيلتنا احنا كنا 8. وطبعا عندنا اللي كان اللي يزعق اكتر هو اللي يكسب، يعني لازم تكون قوي كده وتزعق، وده شدد شعر ده وده مخربش ده. عندنا حاجات حلوه من جوه وخصمين بعض طول السنه. فبص تلاقي النتيجه بعد كده لما رحت اتجوزت لقيت الناحيه الثانيه عن عيله زوجتي هاديين كده وحاجه اخر حلاوه. قلت لا دي في حاجه مش مظبوطه في مخهم، لازم نعمل لهم بعثه عندنا في البيت عشان نظبطهم كده شويه، لان في حاجه مش مظبوطه عندهم. فتبص تلاقي القيم مختلفه، عالم تاني ببص عليه. تبص تلاقي انت تصرخ يقول لك انت بتزعق ليه؟ يعني ما لازم ازعق، لازم ازعق، لازم اكسب، لازم اعمل حاجه هنا، لازم اصرخ، لازم اعمل حاجه. اللي يصرخ هو اللي يكسب، واللي يجري يدافع عن حياته. انتوا مش محتاجين تعملوا الحاجتين دول، طب ليه؟ عندكم في ايه؟ ابص الاقي والدها الله يرحمها داخل ومنتهى الهدوء كده، ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي
بيقول ايه ده؟ ده جاي من كوكب تاني الظاهر. ده احنا عندنا حاجه تانية، مفهوم ذاتي مختلف تماما عن المفهوم الذاتي الاخر. لما تيجي تحتك بالعالم تلاقي في مفهوم ذاتي، الشخص بيقول لك انا ليا قيم معينه، ليا اعتقادات معينه، ليا مفهوم، ليا حيطه حواليا، ليها معنى بقابل بيها العالم، والمعنى ده هو صح. وتبدا بقى المشاكل مع الاخرين لان انا اللي بقوله هو صح. هل حد فيكم كان هقول حاجه، هل حد فيكم مره حصل انه كان عارف بالظبط هيقول ايه ورايح مجهز نفسه لاجتماع معين، ولا بروح هناك ينسى كل حاجه؟ ممكن تحصل، ممكن تحصل امتحانات منهم، ممكن تحصل. انا فاكر واحنا صغيرين وكنا في المدرسه وجاء مدرس الجغرافيا والتاريخ، كان بيدي الاثنين، كان مرعب والله يمسيه بالخير، وجاء ودخل فجاه وقال لي عاصمه السودان ايه؟ قلت له الفيوم عشان تخلص منه. واحد تاني ده على فكره قصه حقيقيه، ولد تاني صغير بيقول له تعالى تعرف ايه على البحر الميت؟ قال له ايه؟ تقول له حاجه دي تهمها فيا، انا ما اعرفش اذا كان عيان. وده من كتلي هاهموه بخايف، لان في مفهومه الذاتي ما حدش يهجم عليا بالطريقه دي بالراحه بالراحه. فوصلت لمرحله كنت خايف رديت اي كلام. انتوا عارفين لما نيجي نتكلم على قوه المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي اولا له ثلاث حاجات اساسيين. اولا انه مكتسب، المفهوم الذاتي هو مكتسب، مكتسب لان جانا من برمجه، جانا من اول الاب والام، وبعدين من المدرسه، وبعدين من الاصدقاء، وبعدين من وسائل الاعلام، الحاجات اللي سمعتوني بقولها قبل كده، وبعدين منك انت شخصيا، ومن المحيط الاجتماعي والمحيط العائلي. ففي برمجه حصلت لك، دي اسمها انه مكتسب. طالما هو مكتسب يبقى ممكن نغيره، لانه مكتسب عباره عن برمجه. وحتى البرمجه اللغويه العصبيه بتعمل تغيير في البرمجه نفسها، وده كل الاسلوب اللي هو في المفهوم الذاتي. اول حاجه انه مكتسب، ثاني حاجه انه منتظم، عايز يفضل في نفس المكان، مش عايز يتحرك في حته تانيه، عاوز يدافع عن نفسه، منتظم. يدافع عن نفسه ازاي؟ بمجرد ما يتكون لك مفهوم ذاتي وتكون لك لغه ومعنى وادراك، بتعمل حاجه اسمها منطقه الراحه، منطقه الامان. كل حاجه لازم تكون هناك، ولو خرجت عنها، لو في اي تغيير في حياتك هتبدا تقاومه، لانه مختلف عن منطقه الراحه. لو حتى مثلا عزل من بيت لبيت، مع انه هو اللي عاوز يعزل، بيحس بعدم الضمان والامان في الفتره الاولانيه، مظبوط؟ ممكن يروح شغلانه جديده مع ان يمكن احسن له، لكن اول ما يروح هناك يحس بعدم الضمان والامان، لان خرج عن منطقه الراحه. لما تقول للناس خد قرارات، خرجته عن منطقه الراحه. لو عايز انسان تتغير تقول له لازم تتغير. اتغير مين اللي يقول كده، انا ولا انت؟ انت خرجتني عن منطقه الامان بتاعتي، عشان اخرج منها لازم اخرج باسلوبي بطريقتي، مش باسلوبك ومش بطريقتك. فما حدش يقدر يغير حد، ومعظم مشاكل العالم ان الواحد عايز التاني يعمل زي ما انا عايز مش زي ما هو عايز. فانا ممكن اقول لحد اسمع دي كويسه بالنسبه لك، لازم تعمل كده عشان خاطر لو عملتها هتكون احسن. يقول لك لمين؟ بالنسبه لمين؟ يمكن مش احسن بالنسبه لي انا. انتوا عارفين من ضمن الحاجات الاساسيه لو بمرن اي حد، خصوصا الناس اللي بتقدم او يطلع في التلفزيون، اقول له اي حد يسالك سؤال عمرك ما ترده بسرعه، لانه حكم، حكم مبني على ايه؟ على رايك انت الشخصي اللي احتمال حد تاني يتحداك فيه. عشان كده لازم تجمع معلومات، توسع الافاق، وتدي معنى جديد، وتخلي الناس هي تقرر يفكروا ازاي ويتحركوا ازاي. لما تعمل كده هتلاقي ناس فعلا تتعلم منك. لكن لو قلت حاجه انا ما اتعلمتش منك حاجه، انا بس خدت منك حاجه زي حبايه ورجعت، ممكن اتغير بمجرد ما اخرج. عشان كده للاسف الشديد معظم الناس تقول له اعمل كده عشان مصلحتك، يا دوب يخرج يعمل حاجه تانية تقول له لا ارجع تاني. بس مبنيه على اساس ايه؟ على اساس مفهومك الذاتي، مش مفهومه هو الذاتي. ودي مشاكل اساسيه بين حتى الاباء والابناء، ان مثلا اكون انا عايز ابني يعمل حاجه معينه، عايز بنتي تعمل حاجه معينه، وتلاقي بنتي اخيرا بتقول لي كنا بنجهز عشان تخش كليه الطب، وبعدين بتكلمني تقول لي انا مش حابه الطب، هخش افشل هناك. ما زلت ده اللي انت بتقوله للعالم كله؟ طب بس عايز تبقي دكتوره ليه؟ عشان انا عايز كده، عشان عايز تبقي دكتوره، عشان احس ان انا فخور بيكي. ايوه بس انا مش هبقى فخوره بنفسي، هخش افشل وكل النتيجه مش هنجح، فشوف لي حاجه ثانيه اعرف اعملها. طب عايز تعمل ايه؟ افتح مطعم. مطعم ايه ده؟ ايه اللي وصلك هناك؟ طب مش لازم تدرسيها؟ بلاش، طب خشي فنادق وخشي بتاع. فاخيرا بدات تخش الحاجه. طالما الانسان بيحب يعمل حاجه معينه هينبخ فيها. لو عمل حاجه غصب عنه بره مفهومه الذاتي، بره قيمه، بره اعتقاداته، بره اهدافه، بره احلامه، لان كل واحد فينا المفهوم الذاتي بتاعته في منتهى القوه، فيها كل برمجته. فعشان اتغير لازم اتغير على اساس مفهومي انا، مش عشان حد قال لي حاجه من بره. هقول لكم حاجه، لو مثلا ام تروح تقول لابنها ولا بنتها لازم تنظفي الغرفه بتاعتك، وبعدين ترجع تلاقيها ما نظفتش برضه الغرفه بتاعتها، تقول لها لازم تنظفي الغرفه بتاعتك. دلوقتي مين بيتحكم في مين؟ مين تعبان؟
هتلاقي الام هي اللي تعبانه لان مش عارفه تخلي الطفله تعملها وتكون في حاجه اسمها المشاركه على مفهومها اللي اتعلمته، فتطلع شويه شويه تبقى تخش من ضمن انجازاتها، لكن اللي حصل هو لازم تعمليها كده، فالتانيه مش فاهمه ليه، مش ماشيه معايا انا. ألذ حاجه اول ما ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بتوأم باثنين، وانتوا عارفين بره ما عندناش وقت، فجبنا الاثنين يعني في واحد على طول مره واحده، ما عندناش وقت، فوصلوني عشان عندنا توأم، ودوني لحد متخصص فدكتور عشان خاطر احنا عندنا توأم لان مش هنعرف نربيهم، فعشان خاطر هو رحت عنده في المكتب، لقيت مكتبه مقلوب ورجليه فوق وحاجه حاطط الديل بتاعه كده من ورا واخر لخبطه، واحنا بنتكلم في النظام قلت له يعني انا من نوع المنظم، قال لي لا التنظيم ساعتها انت ممكن تعقد اولادك يعني لان مش شرط تكون انت منظم، كونوا هم كانوا منظمين يعني شوف انا عامل ازاي وبتاع. بعد ما كلمني بعدها ب10 دقائق قلت له ممكن اقول لسيادتك سؤال، ايه اخر مره كشفت فيها على عقل حضرتك بالامتى؟ يا ترى لقوا جوه جسمك كاوتش ولا ايه؟ ايه اللي لقوه بالظبط؟ انت جاي النهارده وانت مقلوب القلب دي كلها، عمال تعلمني ازاي؟ وبسبب اللي انا قلت له كده خد ولادي يوم عشان انا ما بعرفش اربيه، انا لسه مش صح مره، طب ما تديني فرصه. طبعا لازم حاجه قبل ما اجي هنا على طول كنا بنزور القاهره وكنا في لوكاندا من لوكاندات، وبعد كان في حريقه في دور العاشر، فانا شميت ان في حاجه، وبعدين لقيت يعني زوجتي كانت نايمه، فانا خرجت فانا قلت لها في حاجه؟ لا ده توست بيتعمل توست، فانا فرحت انها مبسوطه بحكايه التوست، قلت اهرب انا. لما رجعت وبعدين لقيت ناس من فوق لهم في حريقه في الدور العاشر، الراجل قال لك يا راجل بلا حريقه، في حريقه فعلا كان. وبعدين على ما نزلنا واحد تحت مفهومه الذاتي عامل ازاي، واحد كبار هناك قال لهم فين الدكتور؟ قالوا له هو فوق كلمناه قال انه مش عاوز ينزل فسبناه. مفهوم ذاتي كده محترم. فتبص تلاقي الواحد بيفكر ده بيفكر ازاي ده؟ ممكن تخلي معاه انت مجنون؟ انا ممكن اموت فوق. قال لك لا بس ده مش انت اللي عايز كده، مش ده اللي انت بتدرسهولنا. بس مش دلوقتي لازم تجريني. لما نيجي نتكلم مفهوم الذاتي المكتسب انه منتظم وانه ديناميكي، يعني ايه ديناميكي؟ باستمرار بيدور على انه يتحسن، لكن بشرط بمفهومه هو الشخصي مش مفهوم حد تاني. انا عاوز اتقدم، انا عاوز اكبر، عاوز اتحسن، لان الانسان بيكبر بانجازاته. 36 فندق موجودين في مونتريال، قال لك الانسان محتاج لايه بعد احتياجاته الاساسيه؟ قال لك نمره واحد بعد كده الانجازات، الفلوس بقت نمره 7. اديني انجازات، احس ان انا بتقدم معاك، احس ان انا بكبر معاك، احس ان انا رايح مكان معاك، في الحالات دي في انجازات ممكن تكبرني، غير كده مش هتنفعني، لازم انجز. فلما اجي اتكلم ان الديناميكي باستمرار عم يتحرك، بس بشرط لازم تكون في مفهومك الذاتي الداخلي. لو ماشي على مفهوم حد تاني مش هتنفع، لازم مفهومك انت الشخصي، غير كده مش هتنفع. طبعا الناس تقول لك التغيير صعب بالنسبه لنا، ده التغيير من اهم 4 حاجات في حياه الانسان. انسان عايز يعيش يحب ويتحب يتقدر من نفسه ومن الاخرين وتغيير، لكن لما بيجي التغيير بيجي مختلف عن المفهوم الذاتي، عشان مختلف الشخص بيقاومه. فاي حد يقاوم التغيير بسبب انه مش ماشي مع ادراكه، مع اعتقاداته، مع قيمه، مع مفهومه، هيخرجه من منطقه الراحه بتاعته والامان، هيعمل حاجه مش متعود يعملها وبيعملها باسلوبك انت كمان، فعشان كده يقاومه من اول لحظه. فممكن جدا بسبب الديناميكي ان ممكن انت تبص تلاقي، انا اعرف واحد في مونتريال يقول لك ازاي انا ما الكمبيوتر والحاجات دي لا اؤمن بيها اطلاقا، يا اخي بلاش كلام فارغ، بايديك كده تعرف تظبط الكلام. فقلت له اسمع انت بتعمل كام دلوقتي؟ قال لي بنعمل 5 مليون في السنه. قلت له تحب تعمل 10؟ قال لي طب لما هتعمل 10 مش هيكون عندك مبيعات اكتر؟ هيكون عندك مدفوعات اكتر. قال طبعا عندك مخازن اكتر، عندك ناس اكتر تشتغل، هل احتمال تخسر كل اللي عندك؟ قال لي احتمال. وبدا يخاف انا فعلا ما اكبر. قلت له معنى كده انت عايز نظام؟ قال لي قلت له خلاص بكره ان شاء الله هنجيب لك نظام نعلمك عليه وبعدين نشوف يحصل ايه. غيرت كلمه كمبيوتر حطيت نظام، لانه حاجه عنده حاجه ضد الكلمه نفسها الظاهر، عايز نظام. بمجرد ما بدا يشوف انه ممكن تخدمه على مفهومه الذاتي بس يتعلمها شويه شويه، ممكن ساعتها يبدا يتحرك. فالمفهوم الذاتي في منتهى الخطوره. عايز حد يتغير لازم تخش هنا، لازم في المفهوم الذاتي. انتوا عارفين انا لو بكلم حد يجي لي مثلا في العياده يقول لي انا عندي اكتئاب، عندي اكتئاب، اشوف الاكتئاب جاله ازاي؟ ما انت عندك اي احباطات وشعور نفسيه بتيجي من الماضي، الاكتئاب ما يجيش من الماضي، القلق يجي من المستقبل، فدي شعور واحاسيس سلبيه. وبعدين القلق من المستقبل، الشخص لما يروح للماضي يلاقي نفسه تعبان، يروح للمستقبل يلاقي نفسه تعبان، يجي له اكتئاب. بين الاثنين عشان اساعده لازم اصلح له حاجه في الماضي والمستقبل يبقى واضح بالنسبه له، الاكتئاب يقع. لكن تبقى معالج دي لوحدها حتى ما حبش حاجه تنفع، لان الحبوب حد هيجهز له الجهاز العصبي هيرتاح شويه لا اكثر ولا اقل، لكن انا ما حلتش المشكله، هو ما حلش المشكله. اي حد يجي لي في هذا السؤال، اول سؤال انت عاوز تتغير فعلا؟ انت فعلا عاوز تتغير؟ قررت؟
قرر انت قررت انك تتغير. طب تتغير ازاي؟ ولازم اعتقادي الداخلي عنه شوف نسبته كام من 0 ل 100 انت فين؟ يا ترى 30% 50؟ لازم تطلع اكتر من 100%. لما تطلع اكتر من 100% الباقي تغيير الصوره الذاتيه والباقي بعد كده سهل، مجرد حاجه هنستخدمها ونبص لها عدت على طول. ابص لها حد ممكن يكون عنده وسواس قهري، وسواس القهري وقال لك في العالم كله خش في الانترنت، اقول لك ما تعالجش. ما تعالجش ليه؟ يعني بتتقفل خلاص، يعني معنى كده انت ما عندكش ثقه ان ممكن تدور وتفتش عشان تلاقي حاجه جديده. كل يوم كل حاجه بتتقدم وبتتقدم بطريقه رائعه، وتبص تلاقي دي من الحاجات اللي ممكن تتعالج. ليه لا يعني؟ ليه لا؟ فانا في حاجتين اساسيتين ما حبش حد يقولهم، ما حبش حد يقول انت عندك كذا، وغير كده الحاجه الثانيه مش بس انت عندك كذا، ان انت هتموت في خلال سنه ولا بتاع. اي حد في الدنيا يعني من حقه انه يقول لي انا عندي ايه، لكن مش من حقه ان انا هموت امتى، لان بيحول لك حاجه بتجيك عنوان. فلما بتكلم انه ديناميكي، انه مكتسب ومنتظم وديناميكي، انا مستمر في الزمن باستمرار، عاوز احسن نفسي، بس عاوز افهم انا بتحسن ازاي، عاوز اعتقد في اللي انا بعمله، عايز اتقدم بطريقتي وباسلوبي وبتفكيري في الحالات دي ممكن اكبر بالمفهوم الذاتي. دلوقتي خدوا بالكم المفهوم الذاتي، احنا بدانا في المفهوم الذاتي هيودينا لغايه فين؟ بيودينا الخطوه اللي بعدها حاجه اسمها المثل الاعلى الذاتي. المثل الاعلى الذاتي، كل واحد فينا عنده مثل اعلى داخلي عن نفسه، شايف نفسه ازاي، عارف نفسه ازاي جواه. لكن المشاكل اللي بتحصل للناس انه عارف هو عايز ايه ولكن مش عارف يوصل لها، وعشان مش عارف يوصل لها او ما حاولش يوصل لها فيبدا يقارن بينه وبين التانيين، ويبدا في الحالات دي المقارنه دي توصله انه يلوم حظه، يلوم الناس، يقول لك انا حظي وحش. سمعتوا حد قبل كده بيقول كده انا حظي وحش؟ يقول لك تعرف انا حظي يعني وحش لدرجه لو دخلت في اي مسابقه لوحدي هطلع الثاني، يعني حظي وحش لدرجه مش معقوله، ما فيش حاجه خالص، انا يعني حاجه مش معقوله. لما تشوفوا نتكلم في قوه الحب والتسامح، في حاجات تحفه وقصص حقيقيه. لما بص الاقي بالنسبه للموضوع ده ان انا وصلت لمرحله، وصلت مثل اعلى ذاتي. كل واحد فينا عشان يوصل مثله الاعلى في الخمس حاجات الاركان، في الجزء الروحاني عندك مثل اعلى داخلي، عارف انت عايز ايه. في الجزء الصحي عارف انت عايز ايه، عارف يبقى شكلك ازاي، عارف صحتك تبقى عامله ازاي، عارف حتى جسمك يبقى عامل ازاي. وبعد كده عندك الجزء الشخصي، عارف تقديرك نفسك عامل ازاي، عارف حتى عارف كل حاجه عنك. وبعدين في الجزء المهني عارف نفسك في ايه، نفسك في ايه. وبعدين في الجزء المادي عارف نفسك في ايه ونفسك توصل لغايه فين. فانا عندي الجزء الروحاني تقريبا عارف انا عايز ايه، والجزء الصحي تقريبا عارف انا عايز ايه. كل ده المثل الاعلى الداخلي. ولما الشخص ما يوصلوش يوصل لمراحل احباط، يوصل لمراحل كل اللي انت بتسمعه بقى الاحباط والقلق والتوتر والاكتئاب، كله بسبب اني مش عارف اوصل لحاجه جوايا، بشوف ناس تانية بيعملوها وانا لا، عشان ناس تانيين بيعملوها وانا لا، ببدا يحصل الغيره، يحصل الحقد، يحصل المقارنه، يحصل اللون، يحصل النقد. ثلاث حاجات اساسيين مجرد ما تقع فيهم وقعت مشكله كبيره. اول حاجه المقارنه، تقارن بينك وبين الناس، يا دوب قارنك بينك باستمرار هتخسر، لان بتقارن بالحاجه اللي انت ضعيف فيها مقارنه بالناس اقوى في ايه. فالمقارنه دي في منتهى الخطوره. اول ما تقارن، تاني حاجه تعملها تبدا تنقد، هتبدا تنقد حاجه، تنقد نفسك او تنقد الاخرين، وبعدين هتبدا تلوم. في حكايه المقارنه والنقد واللوم، الثلاثه دول في منتهى الخطوره، بسميهم ذا ثري كيلرز، ذا ثري كيلرز، الثلاثه فعلا القاتلين. اول ما توصل المرحله دي معنى كده ان مثلك الاعلى الذاتي اللي انت نفسك توصل له ومش عارف توصل له. يعني يمكن سمعتوني بقول قصه بسرعه كده، كنت في بلد من البلاد وبعدين كنت مع حد في سيارته تاكسي، من غير ذكر اسامي البلاد برضه، كنا في القاهره، كنا بنلف على هناك، وبعدين ده معدي، وبعدين لقى عربيه مرسيدس معديه جنبه، فبص له كده وبص لي تعرف بيه ده، كل بتوع المرسيدس كلهم حراميه، كلهم حراميه. قلت له تحب يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له طب تعرف حد عنده مرسيدس مش حرامي؟ قال له الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ راح ساكت. الاعتقاد اتغير في ثانيه، في ثانيه، لانه حط على نفسه، على مفهومه الذاتي وعلى اعتقاده الشخصي ان دول كده، لانه هو عارف انه مش هيوصل هناك، لكن مثله الاعلى الداخلي نفسه في واحده. فطالما مش عارف ما بيعملش اي مجهود. وبعدين واحنا بنتكلم قال لي تعرف انا، طبعا لما قلت له كده انا في الاول كنت باشا وبعدين بقيت بيه وبعدين بقيت افندي، نزلني في الوظيفه ثلاث مرات. قال تعرف يا فندي انا بقى لي 35 سنه سواق تاكسي، تعمل انت ايه يعني؟ قلت له تعرف لو انا مطرحك ابقى تاكسي ده بتاعي. قال لي نعم انت باين عليك بتحلم. قلت له مش بس كده، في خلال 35 يبقى عندي اسطول تاكسيات. طبعا في الوقت ده ما بقتش حاجه خالص، بقى يبص بعيد، مش عايز يبص في خلقتي خالص، لان فعلا في واحد اسمه سينوي باركر
الراجل ده عنده شركة اسمها أزيانا، شركة طيران أزيانا إيرلاينز. والده كان بيسوق تاكسي، لما توفى وخد التاكسي بتاعه، هو عنده دكتوراه، خد التاكسي بتاعه بدأ يسوق وبدأ يفكر احنا ما معناش فلوس، والتاكسي ده بتاع والدي ما كانش بتاع والدي، احنا مأجرينه، طب نعمل ازاي؟ كلم اخواته واصحابه ازاي ممكن نملكه، وبعدين قدروا في خلال سنتين يملكوه. طالما بتفكر بطريقه معينه وبتركز عليها، المخين بيركزوا عليها، قوانين العقل الباطن، تحصل حاجه اسمها قانون الانجذاب، هتنجذب اليك ومن نفس النوع. فاللي حصل ان في خلال فتره قصيره بقوا يملكوا هذا التاكسي، وبعدين واحد تاني، وبعدين واحد تاني، واحد تاني، فقال من 10 سنين كان عندهم اسطول تاكسيات. لفرض الواحد فكر وابتقى ان ممكن فعلا يحقق اهدافه. ولما عملوا كده قالك عايزين نخدم عدد اكبر من الناس، فلك نعملها ازاي؟ نجيب اتوبيسات. ما خدتش وقت كبير، وخدوا كان عندهم اسطول اتوبيسات، قالك عايزين نروح ابعد من كده، وراح جايبين شركه طيران اسمها ازيانا. يا دوب اول سنه اتخربتهم، خسروا كل حاجه، والناس قالوا لي يا راجل سيب البتاعه دي ارجع تاني للتاكسيات والاتوبيسات. قالوا لا، انا متاكد، انا واثق تماما ان هنوصل، هي زي ما عملنا في التاكسيات والاتوبيسات هنوصل في الطيارات. وفي خلال سنتين اتنين أزيانا ايرلاينز بتعمل 25 مليون دولار نتائج كل شهر، بان شخص معين فكر وبثقه تامه في نفسه بالنسبه لهناك، وقدر يوصل للي هو عايزه. اما اشوف الفرق بين ده وبين الشخص الثاني، يقول لك انا بقى لي 35 سنه في مفهومه الذاتي بشتغل الشغلانه دي، وعمال يقارن بينه وبين الناس اللي في العالم كلهم. ايه السبب؟ لانه مش عاوز يعملها، مش قادر يعملها. وتقوله بس انت ممكن تعملها، يقول لك لا والله، اصل احنا عندنا في بلادنا هنا احنا كلنا كده، فانا عارف الماريونيت اللي كلهم بيتحركوا بسرنجه، لو شاف حد ماشي من غير سرنجه مش معقول، مش ممكن، لان عندنا احنا كلهم بيتحركوا كده. فعايش في مجتمع الناس كلها بتشتكي وكلهم حواليهم بنفس الاسلوب، فايه اللي يخليه يتغير؟ طب تغيره تماما كده عشان يعمل حاجه مختلفه عن مفهومه الذاتي وعن المثل الاعلى اللي نفسه فيه. في ناس بالنسبه للمثل الاعلى بتحط على نفسها ضغط خطير. الضغط بقى عامل ازاي؟ مثلا حد يكون عاوز ينزل وزنه، خصوصا في السيدات، خصوصا في سن قليله، عشان عاوزه تنزل وزنها شايفه نفسها باسلوب معين، شايفه نفسها رفيعه، فتفضل تضغط على نفسها، عاوزه توصل لك، عاوزه توصل لك، فما تاكلش وتلعب رياضه كتير زياده عن اللزوم، فيوصل لها توصل لمرحله اسمها اناراكسيا. اناراكسيا اللي هي الناس اللي تاكل وترجع. في حد منكم هنا من دول اللي ياكل وبعدين بعد ما ياكل يحس بالذنب لان اكلت كتير مش مفروض ياكل، فلما تاكل تحس بالذنب، لما ما تاكلش انا شايف ناس عماله تحس راسها بدا يشتغل الاناراكسيا. الاناراكسيا دول حاجه في منتهى الخطوره، لازم تتعالج، لان الشخص كل ما ياكل يحس بالذنب، لو ما اكلش يحس بالذنب، لو اكل ما هو لو اكل بياكل الحاجات اللي بيحبها، بس لو اكل هتخنه، ولو ما اكلش ما بياكلش الحاجات اللي بيحبها، فعنده الم، فهنا عنده الم وهنا عنده الم، يبدا يلف حوالين نفسه طول النهار، يعمل حاجات بقى يعمل بقى ايه؟ يعمل حاجه زي ياكل موز طول الشهر، لما مناخيره تطول تبقى شبه الموزه بالظبط، سبحان الله، وبعدين ياكل فراخ، يقعد ياكل في فراخ لغايه ما يطير كاكي في الاخر. وبعدين هو كل اللي عمله قلل نسبة المية في جسمه، يا دوب يشرب شوية مية يدخن تاني من أول وجديد، يقول لك أنا بدخن على الهواء، ده أنا يا دوب أتنفس أدخن تاني. أنت أساسا ما خسيتش، أنت قللت نسبة المية في جسمك. ولز حاجة، وأنا بقول الكلام ده العالم كله، أرجع أبص لها بنتي أنا عاملة رجيم الموز، فده بالنجارة زي أنا فعلا مخلع. أنتوا عارفين نتكلم على اللي هي الستيبر، تطلع سلمه وتنزل سلمه، تطلع سلمه وتنزل سلمه، يعلنوا عنها في التلفزيون ب 80 دولار، تطلع سلمه وتنزل سلمه، ويبيعها لك ب 80 دولار، وانا عمال اضحك على الخيبه دي، ما في سلالم شويه في الشوارع، اطلع سلالم ببلاش، ايه اللي دفعك 80 دولار؟ واروح عندنا في البيت يا دوب دخلت لقيت السلمه عندنا في البيت، ولادي اشتروها، قلت لها دي تخبيها اوعى توريها لحد. عندنا اكتر من 50 سلمه في البيت، ما تطلعي وتنزلي فيهم ببلاش، لا تجيبي دي ب 80 دولار عشان شكلهم حلو، لان الواحد شاف مثله الاعلى في الناس دول اللي شكلهم حلو، بس ما عندكش دول بيعملوا اكتر من كده، مش بس ده، بيعملوا حاجات تانية كتير. عشان توصل لمرحله تغير في مفهومك الذاتي لازم تعملها شويه شويه عشان تخش جوه البرمجه اللي انت اساسا نفسك فيها. فخد بالك وحصل ايه لغايه دلوقتي، بدانا من المفهوم الذاتي، وصلني للمثل الاعلى الذاتي. كل واحد فينا عنده مثل اعلى ذاتي، فلما ترجعوا النهارده كل واحد فيكم يكتب على الاقل 5 حاجات هو شايف نفسه فيهم، في الجزء الروحاني وجزء الصحي وجزء الشخصي وجزء المهني او العملي وجزء المادي. اكتب 5 حاجات انت اساسا شايف نفسك انت المفروض تكون هناك، يعني انت ده المثل الاعلى. وبعدين اسال نفسك السؤال الثاني، يا ترى في حياتي دلوقتي في الوقت الحاضر هل في اي حاجه عندي موجوده في دول؟ هل في اي حاجه من دول انا عايشها؟ ها
هل انا من نوع الملتزم؟ هل انا من نوع القوي؟ من نوع اللي بفكر؟ من نوع الصبور؟ من نوع اللي بتعلم؟ من نوع اللي عندي حب استطلاع؟ لو عندي الحاجات دي كلها، طب ممكن استخدمهم ازاي؟ مجرد ما تفكر كده هتبص تلاقي ان ثقتك في نفسك تبدا تعلى، لان عارف ان مش بعيد اذا كان اي حد في الدنيا ممكن يحقق اي شيء، انا وانت كمان ممكن نحققه، صح؟ اذا كان اي حد في الدنيا ممكن يحقق اي حاجه، احنا كمان ممكن نحققها، بس في شروط تكون عاوز تحققها، تقرر انك فعلا تحققها، يعني في شروط معينه، وبعدين تتعلمها وتحطها في الفعل وما تسيبهاش لغايه ما توصل، وبعدين لما تحقق هدفك تعمل ايه تاني؟ تروح للي بعده، للي بعده، واللي بعده، واللي بعده، واللي بعده، وفي الحياه دي تبقى باستمرار بتكبر. عارفين اليوم اللي الانسان يبطل يتعلم ويكبر نفسه فيه هو اليوم اللي بيقرر انه يموت فيه. اليوم الانسان بيقرر انه يبطل يتعلم ويكبر هو اليوم اللي بيقرر انه يموت فيه. مثلا حد كبير اللي يقول له الزهايمر، اللي هي النسيان والكلام ده كله بتاع، ايه السبب؟ ايه السبب؟ تعال فكر، انا باستمرار حب استطلاع، ايه السبب؟ الشخص قاعد ما بيعملش حاجه طول النهار، قاعد مستني انه يموت شويه شويه. فالمخ في منتهى الروعه عاوز يعمل حاجه، فيجي لك، فالشخص يبدا يفكر في الماضي ويروح للماضي يجيب حاجات حلوه، بس ينسى اللي بيحصل دلوقتي لانه مش عاوز يفتكره. فده من ضمن اسباب الالزهايمر، انا بروح هناك افتكر حاجات حلوه بس تاني انا دلوقتي بقيت ولا حاجه. لكن بمجرد ما يشغل نفسه ويعمل حاجات بيحبها، ذهنه شغال، مخه شغال، خلايا ال 150 مليار خليه عقليه يشتغلوا معاك بدل ما يشتغلوا ضدك. فدلوقتي احنا وصلنا للمفهوم الذاتي، وصلني للمثل الاعلى الذاتي، هياخدني للي بعدها على طول اسمها الصوره الذاتيه. للحصول على هذه الماده